أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى بن عبد الرحمن الحمادي أهمية الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق التطوير المشهود للجهاز الإعلامي، لافتا إلى أن الوزارة تسير وفق استراتيجية تطويرية تقوم على الارتقاء بمستوى أداء منتسبيها بتوازن مع تطوير المعدات التقنية والرقمية. جاء ذلك في حفل تدشين برنامج التدريب المهني الاحترافي الذي جرى خلاله توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون الإعلام وكل من هيئة صندوق العمل تمكين والجامعة الملكية للبنات وبنك البحرين للتنمية في مركز التدريب بالوزارة اليوم. وتهدف هذه المذكرة إلى تسهيل عملية تطوير مهارات البحرينيين في مجال الصحافة والوسائط المتعددة، ما يساهم في تطوير المجال الإعلامي في مملكة البحرين. ومن المؤمل أن يحصل المتدربون في نهاية الدورات التدريبية التي ستلقونها سواء في الجامعة الملكية للبنات أو في العاصمة الفرنسية باريس على شهادات تعزز الكفاءة الاحترافية المطلوبة لممارسة أعمالهم. يذكر أن الشهادات ستكون من كل من المعهد الوطني الفرنسي للدراسات السمعية والبصرية ومركز التدريب المهني للصحافة في فرنسا. هذا أيضا يأتي من ضمن ثمرات الزيارة الميمونة لجلالة الملك المفدى حفظ الله للجمهورية الفرنسية، حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم في العاصمة الفرنسية باريس. واليوم احنا ندشن البرنامج بشكل مباشر بطريقة عملية، وهناك تقريبا اكثر من اذا ما تخني الذاكرة تقريبا 38 دارس او اكثر 48 تقريبا من الموظفين راح يكونون موجودين في الفوج الاول لهذه الدوره وهذا البرنامج. الحقيقه اليوم توقيع اتفاقيه في مجال جديد في تمكين، عندنا مشروع احترف ونوفر من خلاله تقريبا 250 شهاده احترافيه معترف بها دوليا والمتاحه لاي مواطن في التقدم في كل هذه المجالات. اليوم عندنا نموذج جديد بين معهد التدريب والجامعة الملكية للبنات اللي بتوفر بالتنسيق مع المعاهد الفرنسية هذه البرامج التدريبية، وبنك البحرين للتنمية يمول لجزء حصة المواطن، وطبعا تمكين، ووزارة الإعلام كالمشرف على القطاع نفسه. فالتنسيق بين الأربع جهات لتوفير شهادتين احترافية، واحدة في إعداد البرامج الأخبارية والثانية في الصحافة، والبرنامج الثاني في الصحافة. وإن شاء الله الدفعة الأولى بيبشرون التدريب في الأيام والأسابيع القادمة. بنك البحرين التنمية هو مشارك من ضمن مجموعة من الشركاء في تطوير قدرات البحرينيين المهتمين بمجال الإعلام. فوجودنا اليوم مع الإخوان في هذه المبادرة اللي نسعى إن شاء الله راح تتطور مجال بحجم أكبر، وتوجيه حوالي 56 طالب في مرحلة أولى لتطوير قدراتهم ووصولهم للعالمية في الإعلام وكتابة الإعلام، وحقيقة هذه يعتبر بادرة يشكر عليها الإخوان في وزارة الإعلام وفي تمكين والجامعة الملكية لتمكينهم من ربط هذه المؤسسات الدولية لخدمة المواطن وتطويره وبناء المواطن البحريني بشكل رفعة حياته ومستوى حياته ورفعة بلده. مذكرة التفاهم التي وقعت هذا اليوم بين هيئة شؤون الإعلام وتمكين صندوق العمل تمكين وبنك البحرين للتنمية والجامعة الملكية للبنات تمثل شراكة حقيقية ما بين الجامعة والجهات المستفيدة، وهي أول اتفاقية من نوعها توقع الجامعات مع جهات مستفيدة في البحرين. الاتفاقية تشمل على تدريب داخل البحرين وخارج البحرين مع جهتين فرنسيتين معروفة وراقية جدا في مجال الصحافة والإعلام. 24 متدرب سيلتحقون في الجامعة الملكية للبنات في مركز التعليم المجتمعي من خلال مركز السي اف بي جي الفرنسي بخبرات فرنسية عريقة في مجال الصحافة والإعلام، ولمدة حوالي بين 9 أشهر إلى السنة،
وستكون هذه فترة كافية لمنحهم الشهادة الاحترافية في مجال المالتي ميديا. المجموعة الأخرى ستكون في فرنسا مع مؤسسة الإينا، وهي مؤسسة معروفة حكومية فرنسية معروفة، ستكون على فوج 4 أفواج.